Good morning, good morning. بكندا بتنقل الحرارة من 26 كنا لابسين تي شيرت لقميص سويت جاكيت بوني لكتير ناس ماشيين حوالي، والحرارة اليوم على الوعي صفر، رح تطلع ماكسيوم على 5 بالنهار. And I love it. نهار جديد، نهار الجمعة بمونتريال، الشمس كتير حلوة، ناس واعية على الشغل. ببلش هلا. حلو المحل اللي بتفوتوا عليه من الفوته بيضربكم كف ريحه الزعتر، هيك ضربتني اول كف، ضربتني ثاني كف، صوت الفرن. بنفوت دغري عند البيكر. Hi Anthony, how are you? So نحن عن كافي شتيتا. أنا أنتون الأونر مع مرتي. مرتي مش هون اليوم. So as you can see عم نعمل طلبية لحمة بعجين. عنا لحمة بعجين وعنا وحدة جبنة لزبون طالبون على إيباد. كيف صار لنا 2 years this month بلشنا بمونتريال. كيف بلشت الفكرة؟ بلشت الفكرة إنه I love coffee and I love منقوشة. It's missing something in Montreal اللي عنده كافي ومنقوشة بدل ما نروح ناكل كرواسان أو وقتها بدنا نشرب قهوة. وشفت إنه ما كان في كتير ناس بيعملوا اللايف بمونتريال المنقوشة بدل ما تكون مسخنة. و I have a background in hospitality وبلشنا هيدا الشيء من سنة. مثل ما بتعرف في كتير ستاربكس وغير قهاوي بتفوت لعندهم بس بدل ما فيك تاخد غير او مافنز او حيالله شي تاني، سو قررنا نحنا نجيب شي جديد على مونتريال ونعمل مناقيش كترويقة مع القهوة بدل ما بس تاكل شي خفيف على المعدة الصبح تاكل شي اكتر غذائي. شو اللي بيميز مناقيشنا عن غير؟ بتخيل انه منا فيجن سو منحط شوية حليب بالعجينة، في ناس دائما بيعملوها بلا حليب، بتطلع أكتر فلافي، شوي تشوي، ووقتها تسقع ما بتكسر، ما بتقطع، ما بتنشف. فبتخيل شوي حليب بقلبها مع زيت زيتون وزيت عادي بتعطي ديفيرنس شوي صغيرة عن غيرنا. سو زعتراتنا أنتوني جايين كمان من لبنان، كل مرة حسب أي برودكتور منلاقي نجيب من عنده، بجيب لنا الزعتر الأخضر، منجيب الزعتر، السماق كل واحد فلت وبنعملهم هون مع السمسم وبنخلطهم كلهم، سو السماق الزعتر جايين نضيعه من لبنان. شوية حماس بعد القهوة قهوة لبنانية في لاتيه
كل القهوه الثانيه موجوده. الحلو فيه انه هو اتس كافيه. هذا التويست اللي عملوه انه تقعد تشرب قهوه بتشوفوا عالم من كل الجنسيات بيجي بتقعد انترنت كانكم فايتين على وحده من هول القهوه المشهورين، وبالاخر فيكم تاخذوا قهوه لبنانيه ومع منقوشه مش اوروبي او اجنبي او امريكان. دوقني اللاتيه حلاوه، كثير حبيت الفكره. لاتيه مثله مثل غيره بس طعمت وريحه الحلاوه. لاتيه رح طلبت منقوشه زعتر لبنه خضراء مثل العاده، واختراع تاني رح جرب اعمله هلا يمكن يزبط. شتيتا هون قعدت بالمرة القبلة، هون جيت اكتشفت هيدا المحل، هون جيت اكتشفت هيدا الاسم الحلو. ايه ونسيت ارجع اسأله ليش شتيتا؟ هلا عم رجع متأكد. مهم انه منقوشتهم فيها نفس الضيعة، فيها احساس، فيها هيك خفية وفيها تواضع. هيدا الحلو. زبونات اللي هون عظيمين، 90% مش لبنانية، وهيدا شي كتير حلو. ليش؟ لانه عم نعرفهم على الكولتشر طبعاً، عم نعرفهم على ثقافتنا بطريقة كتير حلوة. الزعتر عجينة رقيقة مبينة كتير طرية، طلبتها مع لبنة مع خضرة كريمة، وهيك بيعملها لكل الناس. عم جرب سفر عشي ضايعة بلبنان. زعتر، قشة خيارة، اللبنة اللي كل الناس بتحكي عنها اللي هي ماري كعدة، اللي ان شاء الله شي نهار قدر فوت وتعرف على هيدي الست اللي كل الناس بتحكي عنها. عند قهوة لاتيه دبل اسبريسو كورتادو اللي بدكن اياه. للقهوة مش يعني بدك كرواسان او براوني حد. خليني نحكي بشي تاني هلا. امتى طلبت جبنة مثل كل الجبنة اللي بتعرفوها، ريحتها شوي تنشفت الجبنة وما عم توقع. فكرت انه احنا بكندا. يا انطون عندك ميبل سيرب؟ عنده ميبل سيرب. اذا جربنا ميبل سيرب إذا جربنا ميبل سيرب مع جبنة، معقول يطلع لنا شيء حلو مثل الكنافة؟ إذا أخذنا الجبنة وحطينا عليها نقطة ميبل سيرب، شو بيطلع معنا؟ معقول تطلع عم ندوق صورة أول مرة، وفيني أقلكن أنه حرام ما زيد على المنيو. فيني أقلكن أنه الميبل سيرب أول شي روعة، سوبر طيب مع البيض، سوبر طيب مع البيض. يلي عم بيطلعوا عم بينقز عم بيقول ييه مالح وسكر، يعني ما بتاكلوا تشيز كيك. ميبل سيرب هيك يقعد على العجينة مزبوط مزبوط. منلفها ساندويش. شات كدشتا مصيت على اللقمة وفيت الميبل سيرب وين ما كان، شوية ملوحة، شوية سكر من هون، رشة سمسم لذيذة. يا أنطون زيادة على المنيو. I loved it. شو بدك تاكلي بعد المنقوشة؟ جديدة على اللعبة. ايه امي متروق 4-5 مرات. Thank you.
من بعد ما رحت عند أوتون في كتير ناس قالت لي لازم تجي لهون، اسمه صعب شوي فشفتوه باللوجو. عنده خبز كل عالم ساعة قلت أوتون أطيب خبز بمونتريال دقته، قالوا لي لا في هيدا كمان بان أو لوفان، خميرة أول ما كسرتها طلعت ريحة كتير كتير حلوة، واو كتير 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 حلوة ريحة التخمير. A different kind of ريحة تخمير بلا ما يكون فيها هيدا الإحساس أو الريحة تبع العنب اللي عم يتخمر أو ريحة الفاينياردز. في ريحة سويتنس حلوة، very moist، كتير moist، air bubbles رائعين، نافخ مثل ما لازم، مرتاح قد ما لازم. من برا الكروت محمصة، it's a very 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 good bread، enjoyable، full bodied، نوتربين، ولا سكر ولا مالح، a very nice acidity at the end. عن جد ريحة كتير حلوة، ريحة كتير حلوة. It's a journey أكتر بكتير من خبزة، لو مقصوصة عليها زبدة دوميسال beautiful، كتير حبيته، very nice. مزبوط اللي دلنا لهون معه حق. قلنا مندوق كمان البريوش، حلوة كتير، الريزان تخمير فلافي محمرة وكريسبي من برا، قاسي شوي طالع شوي. anyway يلي بيعملوه كتير طيب، ما عم شك فيهم، بس أوتون بيربح ببعيد. اليوم ترويقتين بس، حرام لأنه المام معي تما تكون تقول شو بيه هذا ابني بضل يأكل كل النهار، مش أخبرها كل شيء. رح نوقف على مارشي جانتالون لعدة مرات، صاروا مرتين جينا عليه، رح نشتري جزر لأنه اليوم نهارنا سبيسيال وعنا شيء مهضوم رح نعمله، نشتري جزر ايه بس ما رح نعمل سلاد. هلا بخبركم بعد شوي. تعرفت على هيدي الست اللي هون، عندها شيء مهضوم. هلا هون ما بعرف في شيء حدا سياسي بارين، بس ما بيتعاطوا مع العالم، في سيكيورتي كتير بس ما بسمع حس حدا. anyway بتعمل بيكان تارت اليرابل بوف بيستري، شربانه مزبوط كتير طريه، واو بترخى العضلات. من ميل البيكون عم بيقرق شوي، إيه بيكون كتير صغير. من ميل الميبل سيرب منه منشف مثل مثلا السكر عسل، طاري شربنته العجينة وبيبلش من فوق سويت، بيرجع another color of sweetness another flavor of sweetness. بيستاهل لقمتين وريحته، برافو يا مدام. اوف homemade handmade filled with نفس، سي اكسبسيونيل سي اكسبسيونيل. تغذي يا ماما. كيس بيقدي كيس مينيموم ثلاثة، كيس لكل واحد. شو عنا مشكل عيون يعني؟ C'est bon ? Mm-hmm.
يا ريت فيكم تشموا ريحة الكيس، يا ريت فيكم تشموا ريحة هيدا الشيء يلي فيه قرفة، يلي فيه تفاح، يلي شوي سويت، يلي حتى لو قاسي ومحمص من برا عم بقص هيك، عم بسمعه تحت ايدي، عم بسمعه. ريحة الخميرة، واو، فيه نوا جوز، طلعوا لونه من جوا، تفاح، هين ما بيعلك، رائع. عنده الخبز كل يوم، ببيعه بالنص بالربع، مقصوص او مش مقصوص، ما بياخدوا كريدت كارد، لازم تدفعوا كاش او دبت، بس خبزاتهم عظيمين عظيمين. It's an experience, beautiful experience. وينو البراوني سيتروي؟ لأنه دفعت $7. عامهلك عامهلك، خدي يا عامهلك، كل لقمة بدك تلعوصيها عاروق، تحسي 10 سنت، 20 سنت، عاروق، ايه؟ $7 دقيقة، خدي وقتك بس بحق المصريات. It's pumpkin season. وهيدي شفناها على الفيترين. براوني pumpkin ظهر من الفريزر، جمدت الأسنان، تيتا بتعمل أحسن. $7. هو المشوار ساعة ونص قبل ما نوصل محل ما رايحين، ورح خبركم بعد شوية لأنه شرينا جزر، تذكروا؟ بس على الطريق ضرب الجوع، وبعد 12 يعني فينا نعتبرها ترويقة برانش. جوجل مابس وين متروق؟ تتروقوا عند إكسكي دجنة جنة، هيتا نجرب شو عندهم. موحم على بيض مع ميبل سيرب من وقت ما وصلت. اهلا وسهلا فيكم بالضيعة. الصغير عمره 70 وكلهم قاعدين هون عم بياكلوا هيك بشغف، يعني هول الصحون الكبار. حسيت حالي امريكان داينر روت 66 بنص الضيعة، وقلت له اعطتنا طاولة تانية، قلت لها بليز تعطيني طاولة الزاوية، جقرتني كبت سم علي، قلت لها بونجور ما ردت علي، يعني جريت استقبال. anyway عبال اكل بيض اند ميبل. فوالا فوالا فوالا، اللي موحم عليه هو كتير واضح، هو خبزة. طلبت ميبل سيرب، جبنا اياهم بالكباية شوي، عبالي حط ميبل سيرب على الخبزة مع البيضة. هيك
حبيت بيكن. واو هلا يعني مش تصحون ما كتير اوف شكلهم تدفيش شوي ضجة عجقة يلي هني شو بدي فيهم شو بدكم فيهم كل نسوي بس ما بيمنع انه واحد بعيش الفايب المزبوط اللي عم جرب افهم انه هيدي الكوميونيتي اللي احنا فيها هلا ليش الناس هالقد كبار بالعمر الله يخلينا اياهم ورح نوصل نحن نصير مثلهم بس انه او بيتجمعوا كلهم هيدا المحل هو معروف ما بعرف انجويينج خبزه حلوه ملتي سيريال بيكن كرانشي بيضة مستوية مظبوط and more maple syrup so good I'm done بيض خبز and maple syrup it's so freaking good ليش بدنا جزر؟ بدنا جزر لإلهم. ليش بدنا جزر؟ لأنه وصلنا على محل اسمه بارك أوميغا، محل ما بتطعمون هن وعم بيمشوا حواليكم. هو بارك بتشوفوا فيه كل الحيوانات اللي موجودين هون بالمنطقة بالسيارة، الشباك مفتوح وبتتعرفوا على كل الطبيعة انتو وقاعدين بالسيارة. عندكم خريطة كتير كبيرة. هلو ليدي. عندكم خريطة بتشوفوا فيها وين بتروحوا وشو بتعملوا. وببلشوا تشوفوا الحيوانات كلهم صوروا اللي موجودين هون. حاطين لنا طلعوا قديش بروفيشنال قد مرتبين حاطين لنا اليوم انتبهوا ما تطعموا الذكوره لانه فتره التزاوج فمعقول يحبوا ريحته مثلا وهيك دونك
يلا لونج داي، ساعة ونص ساعة وثلاث ارباع من مونتريال داون تاون. ضروري يعني اول ثلاث دقايق وحماس بيقتل، فتخيلوا قديش اذا عندكم عائلة اذا عبالكم تكتشفوا وتتعرفوا على حيوانات المنطقة. This is where you have to be. اجا لسانجلية. شهوني عشتة طيبة تكلي معي؟ اه طيبة ها؟ اه طيبة منيح. واحد بيوصل لهون بصير يقول بينه وبين حاله يا ريت جبت جزر اكثر، يا ريت جبنا سياره اكبر، يا ريت جينا جروب اكبر، مش معقول شو حلو.
بتقضوا وقت بتقطعوا بالحرش، بتطلع تقطعوا بالطبيعة مع حيوانات ما بتخاف منكم، بتصير تقرب على الشباك، فلتانين مبسوطين، بتنبسطوا تطعمون، تسمعوا صوت القرشة تبع الجزرة، وتشوفون كيف قاعدين مع بعضهم. ألوان الطبيعة كتير حلوة، بين الخضار، بين المارون، كلير، فونسي. رائع 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 رائع. عم بكتشف وجه تاني ومختلف من كندا. رائع. هلا وصلنا على محل حاطين ممنوع الجزر، يعني في حيوانات أكبر بكتير وما لازم تعميها. رح نكفي برمتنا ضب الجزرات، ساكين رح ناكلهم الحمد لله، بقي لنا كم جزرة قلنا نكفي المشوار. حب الطبيعة والحيوانات شغلة لازم نعلمها لأولادنا من هن وصغار، وللأسف مش موجود كتير بحضاراتنا. يفتخر الواحد يروح على الصيد، مش شغلة بيفتخر يقول جبت مدري كمية عصفور، يعني بلا نفوت بتفاصيل أكتر. هون الحيوان هو الأساس، هو فلتين والإنسان مزروب بالسيارة. هيك واحد بيعرف قيمة شو يعني واحد يحط حيوان بالزو. فلتنين بميات ألاف الأمتار بطبيعتهم، هيدا بيتهم، نحن عندهم بيبرموا على الطاولات، إذا واحد عم بيأكل بيجوا بيأكلوا معه. ما في أحلى من هيك، وكل ولد صغير لازم يتعلم أهمية الطبيعة وأهمية احترام الطبيعة. واو، يا ريت عائلتي معي هون.
المعمل هيدا الكبير اللي شايفينه بعد ما فتح على الطريق مبين جديد اكشلي، عندهم نوعين جبنه هن بيعملون بالمعمل اللي هونيك وحطوهم هون، وبقيه الجبنه اللي شفتوهم بالبرات كلهم سوا من المنطقه من كيبيك بس مش من عندهم. ما عندهم سكين، ما فينا نقعد عندهم برا لانه انتبهوا اوعى اصحى في كوفيد. قلت لك كوفيد هو مات، هو راح خلص. اول مره رجع بسمع هذا الشيء. بس القدر بده انه نكون السياره هون والخبزات تبع الصبح اللي حبيناهم هون، رح نفلش طاولة بيكنيك على الصندوق وناكل. هاي الخبزة تبع الصبح مش معقول بعدها ريحتها فيها. شقف التفاح بلشوا يبينوا من هون، شقف الجوز بلشوا يبينوا من هون. الجبنة تيت ابابينو بلا سكين، فاعذرونا على يعني البربريزم اللي بده يصير هلا. سمي دور او سمي مول. نايس. تاني وحده ادوري، في منها كبير في منها صغير. نايس فيري نايس. شفتين مغيت بيوتيفول. اوه ياي. سموكي بيكن سميل. Very nice. فرماج مو. أوه أبيض. شو حلو. واو. ما خصه بالبري، ما خصه بالكامامبير، ما بيشبه شي بعرفه من قبل. Beautiful white color. Half creamy, crunchy bits of ما بعرف مش عم بزيزق تحت سنين مثل الرمل. عن جد طب ان بيستقبلونا او ما بيستقبلونا نحن رح ندبر حالنا. جبناتهم عظيمين، اللوجو والاسم وراي. مام شو فيك؟ تخيلهم سخنين او محمصين مع كل انواع الخبز تبع الصبح مع بعضهم او كومباريزون. هلا بيرجع هيدا بيربح again and again. الجبنه يلي هلا ريحت ايدي كل النهار. اوهو it's gonna be fun. مع البريوش طيب كتير، مع هاي طيب كتير. مع هايدي قشرتها حلوة رفيعة رقيقة. أتشرب غدا بيكنيك على الصندوق. هاي بغسل ايدي هلا. صارت الساعة 4:30 تقريبا وهلا رجعين سوب مونتريال. بأمريكا بيسمون داينر، هون بيسمون كاسكروت، يلي هن الستوبس على الطريق. قلنا ولا جوجل مابس خدنا شي محل عبالنا ناكل بوتين، فوتنا على ضيعة اسمها جرينفيل. مثل ما شايفين انا والطريق وكم سينة وحدنا، ما في حدا، بيوت مثل ما نشوفهم بالفلومة واحد بعيد عن التاني. كتير حلو، كتير 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 حلو.
وداينر زغطور او كاسكروت اسمه شاجيمو. بنجرب. قعدت هون على الشباك وكيفن ورايي. كيفن استقبلني مهضوم ضحكة على وجهه وخبرني عن المنيو. المنيو هو كل شيء. مثلا تخيلوا طلعتوا على منيو على مطعم بالضيعة عنا، بيعملكن برجر لبناني، بيعملكن فاهيتا فيلادلفيا سبمارين لبناني، ايه هون زيت شيء. عنده سباجيتي، عنده برجر، عنده بوتين، عنده لازانيا، عنده اشي هيك مهضومة لذيذة. البوتين عنده اربع انواع، فقلت له يعمل لي واحدة على ذوقه. برجر عنده اربع انواع، عنده واحدة مع صوص بوتين، واحدة برجر عادي، واحدة مع صوص تومات اللي هي صوص ايطاليان. هون فهمت انه عنده سباجيتي، سألته اذا فيها توم، قال لي لا، فرح نعمل سباجيتي مع لحمة يلي هو. شوي حسيت حالي بين امكس بين ايطاليا وامريكا وشكلهم طيبين. دي بانور امريكان داينر، مش دي بانور، كاسكروت. طلبت ثلاث اشياء تدوقن، ايفن دو العشاء بعد شوي. ولا حاسس رح انبسط، حاسس رح انبسط. حتى نبلش اول شغله بالبوتين. بوتين مثل ما شايفين حط له صوص بيشتغل هو. الوالد اجى هلا عنده شقف من اللحمه اللي هي البرجر فرط عليها. البطاطا بعتقد اول بطاطا بشوفها عند حدا كندي، منا تاشي مثل البطاطا اللي شايفينها هون، سوبر فلافي فاضيه من جوا. اتس ذا ريل جيل. هون عنا صوص روعة، البطاطا روعة، حطلها شامبينيو، حطلها فليفلة، الجبنة المضبوطة عم بتدوب، سوبرب كواليتي جريفي، لحمة مش مدقوقة، مش مخلوطة، ما فيها بهارات. ايش والله هالجوجل مابس دلنا على قرنة من سية من هالدنيا عندهم اكل. ديس يور ديس. اثنين، طلبت ستيك برجر. هلا فهمت عليك، بطاطا، لحمة برجر، شوية كول سلو. خلينا نركز على الموضوع. بطاطا مش تاشي، بطاطا مش شربين زيت، بطاطا ما بتشبه ولا بطاطا كندية كلناها لهلا. بعدين لحمة، كل هالصوص اللي شايفينه هون، واو شو طيبة، واو شو طيبة، طلعوا ريل ميت عم تفرط لأنه مش حطت له بريد كرومز تيلزقوا على بعض. ريل ديل. اند بوتيتو. ديس يور ديس. لاست بات نوت ليست، هيدا الصحن كله، كل هيدا سباجيتي على الامريكاني، سباجيتي على الضيعجه، سباجيتي على ما بعرف شو، مع صوص طومات، لحمه مفرومه، ما بسميها بولونيز، بسميها سباجيتي مع صوص طومات ولحمه مفرومه. شوكه ما عم بتساعد يعني. طوال تتلي الابيض جاكيت مش مقصوصين بالسكين. سوبر 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 اوفر كوكت، مثل اولاد صغار ما بياكلوها، بس هيك بياكلوا اكل البيت. صوص طيبه مرتجي، يمكن
بطلبها مع بوتين او مع فريت هيدي. تجوا لهون ما بعتقد رح تسوقوا ساعة ونص ما بعتقد، بس إذا كنتوا قراب من هون واو. learning of the day best food عند الضياع عند العيال هو مثل الامبشير تبع حفرية يعني إنه زيت شي. تنحكي مظبوط، كان العشاء طيب، حمصاته طيبين، المحمرة طيبة، شو أكلت كمان؟ anyway نسيت، بس كان الأكل طيب. هلأ ما قدرت أصور جوا لأنه ما قدرت أعلق إيدي أساساً، من طاولات كتير مزروكين ببعضهم وناس فوق بعضهم، كان ضجة شوي اليوم في بروجرام وضجة وعجقة كتير، بس الأكل طيب. بيحكوا عنه أنه أكله طيب، يس، ما بينقال أكتر من هيك. نهارنا بيخلص رائع رائع رائع. بكرة السبت، بكرة بلش كتير بكير، بكرة في تشالنجز، رح نصور عدة محلات، رح نبرم كتير. stay tuned. day 5 بيخلص هلا. good night. شو عم بيصير معك؟ بس تكبس شو؟ ياري فيربال هون شو حالي شرات حالي شرات تشتو إذا تلعب بالكمبيوتر التسلا ما بتعرف إيه كبسك، بس هيك بيصير فيك.